وحدة تنسيق الدعم تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 13 حالة في الشمال السوري المحرر. تسارع وتيرة الإصابات بكورونا في مناطق النظام، ودمشق تسجل أكبر حصيلة للإصابات بالفيروس. للمرة الأولى رويترز تعلن تسجيل 1,000,000 إصابة بفيروس كورونا حول العالم خلال 100 ساعة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار كورونا بدقائق من قناة حلب اليوم الفضائية. أعلن برنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الشمال السوري، لترتفع الحالات المسجلة إلى 13 حالة. وأفاد مراسل حلب اليوم في إدلب بأن الإصابة تعود لطبيب تركي يعمل في إحدى مشافي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما دفع إدارة المشفى لحجر الطبيب والكادر الذي كان يعمل معه. وأضاف مراسلنا أن الإصابات المسجلة توزعت ما بين مدينة عزاز وباب الهوى وسرمدة ومدينة إدلب. وفي ذات السياق أجرت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة يوم أمس 34 اختبارا لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات التي فحصت في الشمال السوري 2841 حالة. أطلقت مديرية صحة حلب الحرة حملة إيد بإيد ضد كوفيد بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا في مناطق الشمال السوري المحرر. وبدأت الحملة يومها الأول من مدينة الأتارب، حيث قام فريق المديرية بالتعاون مع فريق جمعية سنابل الأمل بتعقيم أيدي المصلين وقياس حرارتهم باستعمال الماسحات الحرارية، بالإضافة إلى توزيع الكمامات عليهم. وبحسب المديرية ستشهد الحملة في الأيام القادمة نشاطات أكبر تستهدف أماكن الازدحام كالأسواق والمساجد وغيرها، بالتعاون مع الفرق التطوعية العاملة في ريف حلب. أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 25 حالة في مناطق النظام بسوريا. وبحسب الوزارة ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 496 حالة. وأضافت وزارة الصحة أن 4 حالات شفيت من الفيروس، لترتفع بذلك حصيلة المتعافين إلى 144 في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الإصابات بالفيروس تتركز في العاصمة دمشق بحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة. وللمزيد انضم إلينا مراسلنا من حماة حذيفة السعيد. مرحبا بك حذيفة، هل لديك معلومات عن الإصابات الجديدة المسجلة اليوم والوفيات أيضا في مناطق النظام؟ نعم، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها يوم أمس في محافظات خاضعة لسيطرة النظام في سوريا. عدد الإصابات بلغ 496 حالة، كان هناك 3 حالات من الإصابات توفيت أيضا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 25 حالة وفاة. بالنسبة لي الإصابات في الحقيقة هي كانت بشكل أكبر في العاصمة دمشق وريفها، كونها يوجد فيها العديد من المناطق التي تحتضن مرض فيروس كورونا. بالنسبة للوفيات هناك زيادة كبيرة في حقيقة في أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في مناطق سيطرة النظام، حيث شهد الأسبوع الماضي بحسب مصادر طبية أكثر من 30 حالة وفاة في مناطق متفرقة معظمها في العاصمة دمشق. طبعا هذا يعود بحسب المصدر لنقص الرعاية الطبية وعدم وجود شواغر في المشافي وحتى أقسام العزل ومرضى الصدرية. أما بما يخص الإصابات، هناك تأكيد يومي لعشرات الحالات بسبب تفشي الوباء بشكل متسارع دون إعلان النظام عن الإحصائيات الحقيقية. نعم حذيفة، مع تسارع وتيرة الإصابات بكورونا في مناطق سيطرة الأسد، هل هناك إجراءات جديدة للحكومة لمنع انتشار الفيروس؟ فيما يخص إجراءات حكومة النظام وخاصة الطبية والمستشفيات، في الحقيقة لا يوجد أي إجراءات، بل على العكس
هناك رفض لاستقبال الحالات المشتبه بها بإصابتها بفيروس كورونا في مشافي العاصمة دمشق. أيضا بدأت طواقم طبية في العاصمة دمشق وريفها وحتى في مدينة حلب بإطلاق مناشدات لتأمين المستلزمات الطبية الوقائية، كون المرض بدأ ينتشر بين الأطباء والكوادر الطبية دون أي جهود تذكر من قبل حكومة النظام لمنع تفشي الفيروس بشكل أكبر في مناطق سيطرة النظام. شكرا لك حذيفة السعيد مراسل حلب اليوم، كنت معنا من حما. أفادت وزارة الصحة التونسية بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1336 حالة مؤكدة. وقالت الوزارة إنها سجلت 4 إصابات محلية من بين الإصابات الجديدة، وكانت قد خالطت حالات مسجلة سابقاً، بالإضافة إلى 5 حالات وافدة من خارج البلاد. ويتوزع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بين 1095 حالة شفاء و50 وفاة و191 إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة وفق ما أكدته الوزارة في البلاد. قالت وزارة الصحة التركية إن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد تواصل انخفاضها إلى ما دون 1000 حالة لليوم الرابع على التوالي منذ أكثر من شهر. وبحسب معطيات الوزارة سجلت البلاد 926 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 217 حالة. هذا وأعلنت وزارة الصحة وفاة 18 شخصا بكورونا وارتفاع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 5000، مضيفة أن 1014 مريضا تعافى من الفيروس لتتجاوز حصيلة المتعافين في البلاد 199 ألف حالة. نشرت وكالة رويترز إحصاء أظهر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة، وذلك بعد رصد 1 مليون إصابة جديدة بالفيروس في أقل من 100 ساعة لأول مرة منذ تفشي الوباء في العالم. وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يزيد 3 مرات تقريبا عن عدد حالات الإصابة السنوية بالإنفلونزا الحادة. وفي ذات السياق وصل عدد الوفيات جراء كورونا في العالم إلى أكثر من 590 حالة، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة، تليها البرازيل والهند بحسب إحصاء رويترز. مشاهدينا أترككم مع آخر إحصائيات مصابي فيروس كورونا حول العالم وفق وزارات الصحة في كل بلد. مشاهدينا ختام نشرة كورونا بدقائق، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.